يا أمة الإسلام، يا من أضاعكم الإعلام، يا من تشتتت أذهانكم وأذهان بناتكم ليلا ونهارا خلف هذه القنوات التي تمهد للمسيح الدجال، التي تهين الشرف، التي تهين الكرامة، التي تمزق المسلم من الداخل، التي تحطم بناء الشباب، التي تحطم بناء الفتيات، التي تدعو للخنا، التي تدعو للزنا، التي تدعو للواط، التي تدعو للعنف، التي تدعو للفشل الإسلامي في هذا العالم. عليكم أن تصرفوا نظركم ما استطعتم، عودوا إلى القرآن، عودوا إلى السنة. إن منابر القرآن ماتت، إن منابر المساجد صارت منابر مأجورة في خدمة المسيح الدجال، في خدمة دعوة الشيطان، في خدمة دعوة الكفر. ولو كانت هذه المنابر ستفيدنا يوم القيامة، إذا نحن مدحنا الكفر والكافر سنمدحه منها، سنتحدث عنه منها. ولكننا نعلم أن النبي يوما من الأيام استيقظ من نومه وهو يبكي، قالوا يا رسول الله ما يبكيك؟ قال لقد رأيت في منامي القردة والخنازير تتنزع على منبري، أي تتكلم بالقرآن، تتكلم بالسنة، تتكلم بالدين، لأجل ترويض الناس، لأجل تطبيع الناس، لأجل أن نظل ذيلا للمسيح الدجال، لأجل أن نظل ذيلا للكفر والكفار. ذهبت العزة، لقد بعناها برخيص. ومن أين نبدأ؟ من يشتري الدين؟ من يشتري الحق؟ من يشتري الإيمان؟ لا والله، لقد ضاع الحق بين نزاع الحكومات وصراع السياسات وصراع الأحزاب وصراع الجماعات وصراع المتدينين وصراع الآباء والأمهات، والبحث عن المال والبحث عن الدنيا والبحث عن اللقمة والبحث عن الثوب والبحث عن الحقيبة المدرسية. لقد باع أناس دينهم بالمال، باعت بعض النساء أعراضهن لأجل المال. انظروا في مجتمعكم، انظروا في سواحلكم، انظروا في منتزهاتكم، انظروا في إداراتكم، انظروا في بيوتكم، انظروا في علاقتكم كجيران، انظروا في علاقتكم كمسلمين، انظروا في بناتكم الذين يختلطون بالشباب داخل الجامعات، داخل الإدارات، داخل الوزارات. إن كان رسول الله يرضى بذلك رضينا بذلك، وإن كان الشيطان والكفر والكافر يرضى بذلك لا نرضى بذلك. ولن نرضى لبناتنا ولا لأجيالنا ولا لديننا ولا لشرفنا ولا لملتنا ولا لعلاقتنا. وقد قلنا يوما من الأيام، وقال لنا نبينا، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلتدفعوا ضريبتها، فلتدفعوا ما عليكم لها إن كنتم من أهلها، وإن لم تكونوا من أهلها فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أعزة أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن كثرة الشعوب، إن كثرة الناس، إن كثرة المجتمعات، إن كثرة المصلين، إن كثرة الصفوف في المساجد لا تساوي عند الله شيئا. ما مواقفنا؟ ما مواقفنا أمام الغزو الكافر؟ غزو في فلسطين، غزو في البيوت، غزو في الإعلام، غزو في الثقافة. حتى بلغ الغزو اليوم في داخل أوطاننا أن يأتي الكفار فيعالجون أبناءنا وبناتنا بالمجان، ولكن يعطونهم الإنجيل، يعطونهم الصليب فيضعونه في صدورهم. فتشوا على كثير من أبنائكم وبناتكم، فإنه يوجد في البعض نقشا في الظهر أو نقشا في القدم أو نقشا في موقع معين يضعه المستشرقون اليوم في بعض المستشفيات، في بعض الكنائس، في بعض مواقع الصليب التي تعمل ليلا ونهارا تحت غطاء المساعدة الإنسانية، تحت غطاء القيام بحقوق الإنسان، تحت غطاءات عديدة. لقد خدعنا الدجال، لقد وصل الدجال بعجره وبجره إلى أمة كان منهجها القرآن ومنهجها السنة، صار منهجها المسلسل، صار منهجها الغناء، صار منهجها الرقص، صار منهجها الكرة، صار منهجها النوادي، صار منهجها التهتك،
صار منهجها الرذيلة، صار منهجها الاختلاط، صار منهجها إثارة المرأة وإخراجها من حجابها وأدبها، صار منهجها حرية بلهاء، تعبث بالرجل، تعبث بالمرأة، تعبث بالكبير، تعبث بالصغير، ولا آمر ولا ناهي تكلم. أسأل الله أن يحفظنا، أسأل الله أن يحفظنا، أسأل الله أن يحفظنا. لقد ورد حديث في بعض السنن: لولا شيوخ خشع وشباب، لولا شباب خشع وشيوخ ركع وبهائم رتع وصبية الرضع لصب عليكم العذاب صبا. اللهم ارفع عنا عذابك،